نبدأ رحلتنا السياحية هذا الأسبوع في العاصمة الرومانية بوخارست بزيارة قصر البرلمان الروماني الذي يعد أكبر مبنى حكومي في العالم. شيده الدكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو ولم يره قط بعد إتمام بنائه. هيا بنا. مبنى البرلمان الروماني يقع وسط بوخارست بارتفاع 84 متراً ويمتد على مساحة 365 ألف متر مربع. استخدمت في بنائه 1,000,000 طن من الرخام الروماني الفاخر المسمى روتشيتا. بحسب كثير من التقديرات إنه المبنى الإداري الأعلى كلفة في العالم. 1,000,000,000 جنيه استرليني أنفقت. وبأمر من الدكتاتور تشاوشيسكو دمر جزء كبير من بوخارست من أجل بناء هذا المشروع. نيكولاي تشاوشيسكو بنى هذا المكان ليعبر عن قوته، ولكن بعد انهيار الحكم الشيوعي أصبح هذا المبنى الضخم رمزاً للديمقراطية في رومانيا. انطلق مشروع بناء هذا الصرح الضخم في سبعينيات القرن الماضي ليكون قصراً للديكتاتور الروماني السابق تشاوشيسكو، وأطلق عليه آنذاك اسم بيت الشعب أو باللغة الرومانية بوبور لوي. يقال هنا إنه على أثر زيارة قام بها الدكتاتور تشاوشيسكو إلى كوريا الشمالية وانبهاره بالمبنى الذي شيد تكريما للرئيس الكوري كيم إل سونغ، أمر بالانطلاق في تشييد مبنى مماثل له في بوخارست. غير أنه إلى يومنا هذا لا يزال المبنى غير مكتمل، ويعود توقف البناء في العديد من المرات إلى نقص التمويل. ينتظر أن تنتهي الأعمال في غضون السنوات العشر المقبلة. ليث بزاري، العربية، بوخارست، رومانيا.